السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب وطالبات تانية ثانوي من كتاب جاينتس كتاب العمالقة. تعالوا نشتغل على يونت 10. تعالوا نبدأ الأول بالكلمات الخاصة بالوحدة. زي ما انتم شايفين الكلام ده موجود في صفحة 79. أول كلمة عندنا هنا كلمة correspondent. correspondent يعني مراسل صحفي. edit يعدل أو يحرر، يعني أنت لما تيجي تعدل معلومة بتستخدم كلمة edit، بتعدل ملف برضو بتستخدم كلمة edit. editor رئيس التحرير أو المحرر. news reader قارئ الأخبار. broadcast يعني يذيع أو إذاعة. search engine محرك البحث. news channel قناة تلفزيونية. انترفيو مقابلة شخصية، ولو فعل بيبقى معناها يجري مقابلة. انترفيوي الضيف، الشخص اللي بتجرى معه المقابلة. انترفيور ده الشخص المحاور اللي بيجري الحوار. انفستيجيت يحقق أو يتحرى في جريمة، يفتش يعني. انفستيجيتور محقق. انفستيجيشن التحقيق والتحريات. باتل يحارب أو معركة. سورس مصدر. فاكت تشيكر يتقصي الحقائق. سنس معنى أو مغزى. نونسنس هراء بلا معنى ولا هدف. ريبورت تقرير أو يبلغ، يخبر، يقرر. ريبورتر محرر صحفي. كريب أب يتسلل. كريب أصلا لوحدها معناها يزحف. ديجيتال نوماد رحالة رقمي. نوماد رحال، اللي هو الناس اللي بتعيش في الخيام وتتنقل من مكان لمكان. ديليبريت التعمد، اللي بيكون عامل الحاجة قاصد متعمد. ديليبريتلي عمدا وقصدا. فوتوغرافي التصوير. فوتوغرافر مصور. سوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. unreliable غير موثوق فيه. headline عنوان رئيسي. serious جاد أو خطير. scene مشهد أو مسرح الجريمة. score يحرز هدف أو ينجز أو يحقق نجاح. bury يدفن. achieve يحقق. recognize يتعرف. suffer يعاني. confirm يؤكد أو يتأكد أو يثبت. expert خبير. leader قائد. meteorite النيازك والشهب. zoom يركز على أو يقرب الصورة. press الصحافة. foreign أجنبي. foreigner شخص أجنبي. journalist صحفي. journalism الصحافة. question يشك، وبتجي بمعنى يتحقق من مصداقية يعني يتأكد منها. stage مرحلة أو خشبة المسرح. discovery اكتشاف. discover يكتشف. judge قاضي أو يحكم أو يقيم. judgment حكم أو تقييم. choose يختار. choice اختيار. brilliant رائع أو متألق. crash into يصطدم بي. businessman رجل أعمال. astronaut رائد فضاء. digital رقمي. historian مؤرخ. prisoner سجين. drum طبلة أو ينقر. damage يتلف، تلف أو خسارة. بوم قنبلة أو فرقعة أو يفجر. admit يعترف. program برنامج. edition طبعة أو نسخة أو إصدار. injured مصاب. grateful شاكر أو ممنون. space walk المشي بالفضاء. recognize يتعرف على. talent موهبة. طيب الـ Additional Vocabulary الكلمات الإضافية في صفحة 80.
عندك هنا professional محترف، teenager مراهق، erect يشيد أو يبني، launch يطلق سواء صاروخ أو مكوك أو مشروع، explore يستكشف، remains بقايا وآثار، remarkable ملحوظ، cave كهف، emergency طوارئ، presentation عرض تقديمي، rescue ينقذ أو إنقاذ، pool حمام السباحة، hit يضرب أو ضربة، disaster كارثة، income الدخل، spokesperson متحدث رسمي، trust يثق أو الثقة، fear الخوف، believe يؤمن أو يعتقد، flame لهب، competition مسابقة أو منافسة، top scorer هداف، inform يبلغ أو يعلم، fake مزيف أو كاذب، training تمرين أو تدريب، barrier حاجز، sculpture تمثال، artist فنان، permission إذن أو تصريح، launched أطلق أو أنشأ، mattered يهم أو يحدث تأثيرا، origin أصل أو منشأ، army الجيش، speed سرعة، frequently مرارا وتكرارا، create ينشئ أو يخلق، creation الإبداع والابتكار، record يسجل أو سجل، firefighter رجل الإطفاء، conference مؤتمر، point of view وجهة نظر، check يتحقق من، route مسار أو خط سير، shape شكل، fear يخاف أو الخوف، range معدل أو متوسط، necropolis جبانة أو المدفن، objects أشياء أو مقتنيات، on board على متن، accept يقبل، achieve يتحقق أو يحقق، يحقق hold يمسك أو يعقد، tone أسلوب أو نبرة صوت، story قصة، opinion رأي، select يختار، identify يتعرف أو يحدد. طيب تعالوا نشوف الكولوكيشنز أو الكلمات اللي بتيجي مع بعضها. make videos يقوم بعمل فيديوهات، make a discovery يقوم باكتشاف، achieve a dream يحقق حلم، offer a chance يعرض فرصة، give a permission يعني بيدي إذن، take photos يلتقط صور، have a chance لديه فرصة، have an injury عنده إصابة، keep yourself safe حافظ على سلامتك، create a news report يقوم بتقرير إخباري، create يقوم به أو ينشئه، launch a website يطلق موقع، share stories يشارك الأخبار والقصص. بالنسبة لحروف الجر اللي عندنا هنا، عندك كلمة plan معها to يخطط، an grateful to يعني شاكر لي، upload to يرفع شيء على الانترنت، interested بيجي وراها in مهتم بي، involved in متورط في أو مشترك في، look into يدرس موضوع بدقة، وcrash into يصطدم في. كلمة put out يطفئ النار، وfind out يكتشف، وgo out يخرج، وsend out يرسل أو يبث أو يطرد، worried about قلق بخصوص شأن معين، وcare about يعني مهتم ب، on TV يعني على التلفاز. تعالوا نعد مع بعض على الـ expressions and idioms التعبيرات والمصطلحات. كلمة in charge of يعني مسؤول عن، stay up late يسهر، get news from يحصل على الأخبار من، put out the fire يطفئ الحريق، he was part of a team عضو في فريق، on the moon على سطح القمر، on a TV program في برنامج تلفزيوني، live on an island يعيش على
جزيرة. Confirm a report. يؤكد تقرير. Strong winds. رياح قوية. Heavy rain. أمطار غزيرة. Look for. يبحث عن. Hear of. وhear about. يسمع عن. Creep up. يتسلل. Share with. يشارك مع. Cover important news. يغطي الأخبار الهامة. The scene of the crime. مسرح الجريمة. On Saturday night. مساء يوم الأحد. Hold a point of view. يتمسك بوجهة النظر. In a different way. بشكل مختلف. At the back of. في المؤخرة. Never accept it as a true. لا تقبلها كواقع. Talk nonsense. بيقول كلام فارغ. Spokesman for the government. متحدث رسمي للحكومة. Get off. ينزل من وسيلة المواصلات. Start at. يبدأ من. Ask for help. يطلب مساعدة. Proud of. فخور به. Keen on. حريص على. بعد كده الديريفاتيفز اللي هي المشتقات. عندك كلمة fear. يخاف. الاسم منها fear الخوف. الصفة مخيف fearful. Hope يأمل. وهوب نفس الكلمة معناها الأمل. وهوبفول يعني متفائل مليء بالأمل. بنفيت يفيد أو يستفيد. الاسم منها برضو بنفيت فائدة. بنفيشال مفيد ونافع. كرييت يخلق ويبتكر. كرييشن خلق وإبداع. كرييتيف مبدع. سيوت يلائم ويناسب. سيوتابيليتي الاسم منها الملائمة والصلاحية. سيوتابل الصفة ملائم أو مناسب. اكسايت يثير. اكسايتمنت إثارة. اكسايتنج أو اكسايتد مثير أو منفعل. دي الصفة منهم. تعالوا مع بعض نحل التمارين الخاصة بالكلمات صفحة 88 الوحدة العاشرة. أول جملة بتقول If you want to find out some information on the internet. لو أنت عايز تلاقي معلومات على الإنترنت. Use a good. استخدم إيه كويس. Engine. كلمة engine محرك. يبقى احنا عايزين كلمة محرك بحث عشان تدور على معلومات. يبقى إيه search engine محرك بحث. اتنين What is the of the information you used. ما هي مصدر المعلومة اللي استخدمتها to write your essay لكي تكتب المقال بتاعك. يبقى مصدر المعلومة source. الجملة التالتة بيقول لك don't try to revise. لا تحاول أن تراجع everything at the same time. كل شيء ما تراجعهوش مرة واحدة. ولكن a goal to revise. اعمل هدف. حدد هدف ليك. On one thing a day. إنك تراجع حاجة واحدة في اليوم. هل نقول set a goal. أعد هدفك. أيوة هي اسمها set a goal. ولا get a goal. ولا take a goal. خد هدف. ولا score a goal. احرز هدف. لا هي إيه set a goal. ودي معناها يعني أعد أهدافك جيدا. 4 My cousin ابن عمي is very A. She can dance. بتقدر. هي بتقدر ترقص. And speak four languages. تغني وتتكلم كمان أربع لغات. يبقى الشخصية دي إيه؟ Talented. يعني موهوبة. شخصية مليئة بالمواهب. الجملة الخامسة. Confirm and deny. يؤكد وينكر. الكلمتين دول إيه؟ كلمتين عكس بعض. يبقى are. Antonyms يعني مضادات لبعضهم. 6 Remarkable and amazing. ملحوظ ومدهش. الكلمات دول مرادفات لبعض. يبقى are synonyms يعني مرادفات. 7 I am happy that. أنا سعيد إنه the A went well. المقابلة كانت على ما يرام.
I think I will get the job. أظن إني هاخد الشغلانة دي. المقابلة اللي هي اسمها interview. إحنا لسه قايلينها في الكلمات. 8. A is someone. ده شخص ما. Who reads the news. اللي بيقرأ الأخبار on the radio. على الراديو أو على التلفزيون. يعني الشخص اللي بيقرأ الأخبار ده اسمه إيه؟ اسمه news reader. يعني قارئ الأخبار. الشخص اللي بيقرأ الأخبار. الجملة اللي بعدها بيقول لك the Olympics. الأولمبيات are a live by satellite. يعني هيتم إذاعتها عن طريق القمر الصناعي. يبقى are عبارة عن broadcast. بث إذاعي عن طريق الأقمار الصناعية. طبعا كلمة forecast معناها نشرة. فده ففرق بين البث وبين النشرة. 10. بيقول لك A is a computer program. ده برنامج كمبيوتر. Search for information. بيبحث عن معلومات on the internet. على الانترنت. هل ده الويب سايت اللي هو الموقع ولا search engine محرك البحث؟ اللي بيبحث عن المعلومات هو ايه؟ محرك البحث اللي هو search engine. 11. It might take a while. ربما تستغرق لحظة. To aid the video to onto the internet. عشان ترفع الفيديو على الانترنت. يبقى ترفعه عليه اسمها ايه؟ upload مش download. ادي upload. طيب الجملة 12. The Japanese اليابانيين are at lowering manufacturing cost. إنهم يخفضوا تكلفة الصناعة. يبقى هم خبراء. Are experts. خبراء في. الجملة اللي بعدها Let me try. دعني أحاول. I am a man. أنا رجل A. At parking cars. يعني أنا عندي خبرة كبيرة في ركنة السيارات. In small areas. في الأماكن الصغيرة. يبقى دعني أترك أحاول. I am experiencing expert man. ما تنفعش I am experienced man. أنا رجل ذو خبرة في ركنة العربية. مش هتنفع طبعا expert لأنه expert دي خبرة في مجال, يعني مجال منتشر وسط الناس. قد يكون علمي أو عملي, إنما دي خبرة شخصية. فهستخدم كلمة experienced خبير. الجملة رقم 14 بيقول لك I am not surprised. أنا مش مندهش. She didn't phone back. هي لم تتصل. She has always been. هي كانت دائما شخص لا يعتمد عليه. اللي هي مين؟ unreliable. طبعا reliable يعتمد عليه وresponsible يعني مسؤول. فشخص متعود ان هو ما يتصلش تاني ويعاود الاتصال, يبقى ده شخص unreliable يعني لا يعتمد عليه. الجملة اللي بعدها I didn't ignore her intentionally. يعني أنا لم أتجاهلها. intentionally يعني بقصد عمدا. I just didn't recognize her. أنا بس ما كنتش عرفتها. كلمة intentionally قصدا معناها إيه؟ معناها deliberately اللي هي معناها عمدا وقصدا. طيب الجملة اللي بعدها A is the synonyms of confess. confess معناها يعترف. فإيه الكلمة اللي بتساوي كلمة يعترف؟ admit. admit يعني ايه؟ يعترف. deny ينكر. ignore يتجاهل. ولاي يعني يكذب. بعد كده is the antonym of develop. عكس كلمة يتطور. يبقى يتدهور اللي هي decline. عندك boost يتطور. promote يتطور ويرتقي. وimprove يحسن. The police plan خطة الشرطة to a an investigation لكي تطلق تفتيشا. إن تخطط آسف. الشرطة تخطط أن تجري تحقيقا into the crime في هذه الجريمة. يبقى اسمها launch يعني تطلق تحقيقا.
19. Her music is very popular with A. الموسيقى بتاعتها يعرفها الكثير من A, especially those, وتحديدا الناس اللي عمرها من 13 ل 18 سنة. دول اسمهم A, اسمهم teenagers. طيب, matures يعني المراهقين والبالغين, بتساوي adults البالغين, و elderly كبار السن. 20. They cannot leave the country, هم لا يستطيعوا أن يتركوا البلدة without, بدون تصريح اللي هي permission. 21. I need to make a few changes, أنا عايز أعمل بس شوية تغييرات كده, before I A this document, قبل ما أطبع الوثيقة دي, يبقى Brent. قبل ما أطبع الوثيقة دي عايز أعمل عليها إيه, شوية تعديلات. 22. The camera, الكاميرا AN on the child's face, بتعمل زوم إن, يعني بتركز على وش مين, الطفل. 23. Oils, oil spills, البقايا بتاعت الزيوت أو البترول, pose a threat, تفرض علينا تهديدا خطيرا, to marine life, على الحياة البحرية, يبقى serious threat يعني تهديد خطير. 24. The A of X-ray changed the history of medicine, يبقى اكتشاف, the discovery of X-rays, الأشعة, أشعة X غيرت تاريخ الطب. 25. Of ancient Egyptians, من المصريين القدماء, were found, وجدوا, in a remote part, في أماكن بعيدة, of the desert, يبقى في فضلات وبقايا من القدماء هي اللي وجدت, remains, بقايا. 26. Police, الشرطة, have refused, رفضوا, to reveal, أن يكشفوا, the A of their information, رفضوا انهم يكشفوا مصدر المعلومة بتاعتهم, يبقى the source. رفضت الشرطة انها تعرف الناس مصدر المعلومة بتاعتهم. طيب, 27. These cars, هذه السيارات, have a very bad reputation, reputation يعني سمعة, يبقى لديها, عندها سمعة سيئة جدا, of being a for a long distance travel, يعني سمعتها أنها لا يعتمد عليها في السفر لمسافات طويلة, يبقى السيارات دي unreliable, لا يعتمد عليها. بعد كده, electric cables, الأسلاك الكهربية, are a مدفونة يعني beneath the streets, أسفل الشوارع, فكلمة مدفونة اسمها buried يعني مدفون. 29. I want to hire, أنا عايز أستأجر, the best A in city, أفضل مصور أو الأفضل محرر ولا أفضل A في المدينة, for my wedding photos, للصور بتاعت حفل الزفاف بتاعي, طالما الموضوع له علاقة بالصور يبقى مصور اللي هو photographer. الجملة 30 بيقول لك, he began a career, هو بدأ حياته, in A, فين؟ working for the local newspaper, يعمل عند الصحف المحلية, يبقى بدأ الكارير في الصحافة اللي هي journalism. الجملة 31. Two American, اتنين من الأمريكان, will A this year's Nobel Prize, هيحصلوا على جائزة نوبل for medicine, في الطب, يبقى share this year, share يعني هيشتركوا في هذه الجائزة. 32. My mother, أمي, is a Nilesat channel A, يعني شغالة A في قناة من قنوات التلفزيون النيل, whose job is to report, وظيفتها تنقل الأخبار أو تخبر أو تقرأ الأخبار وتنقلها لنا, from لندن, يبقى وظيفتها ايه, مراسلة صحفية اللي هي correspondent. 33. بيقول he works as a news A, شغلانته شغال كA للأخبار, for a famous
شانل لقناة مشهورة. في قناة يبقى محرر صحفي ريبورتر. طيب بعد كده he became the A of a science magazine. أصبح A لمجلة علمية. Educator ولا Editor. أصبح Editor يعني محرر. طيب most of the programs معظم البرامج are A in English بتذاع أو تبث لنا باللغة الإنجليزية are broadcast بتذاع وتبث في إيه in English باللغة الإنجليزية on TV على التلفزيون the A reported that في حد أخبر أن الصحف قالت أن the man had been involved in the crime الأخبار قالت أن الرجل متورط في الجريمة the news reader ولا الانترفيو ولا الديسكفري ولا البرودكاست طبعا قارئ الأخبار على التلفزيون news reader الجملة اللي بعدها on the internet على الانترنت you should use a عليك أن تستخدم محرك البحث to find anything you look for عشان تلاقي أي حاجة أنت بتدور عليها يبقى search engine محرك البحث during the second world war أثناء الحرب العالمية الثانية he was a هو كان مراسل صحفي for the local newspaper للجريدة المحلية يبقى كان correspondent يعني مراسل صحفي الجملة اللي بعدها may promised me مي وعدتني to a her best أن تقوم بأقصى ما عندها اسمها do his best يعني يعمل أقصى ما عنده يبقى to do her best يعني تبذل أقصى ما عندها طبعا معروف جدا إن to be جور منها الفعل في المصدر علي as well as his friends علي بالإضافة إلى أصدقائه clever plans بيقوم بإجراء خطط ماهرة you can depend on them يعني ممكن إنك تعتمد عليهم هل هنستخدم plan make a plan ولا makes a plan طبعا هنختار makes اللي فيها الاس لما تقابلك كلمة as well as يا جماعة دائما ركز على الفاعل الأولاني هل هو مفرد ولا جمع لو مفرد يبقى تختار makes لو جمع هتختار make مالكش دعوة بكلمة his friends الجملة اللي بعدها بيقولك he changed غير A to watch the basketball game غير القناة علشان يتفرج على ماتش الباسكت بتاعه يبقى channels غير القنوات 42 if you pass your A you will get the job لو عديت في الانترفيو بتاعتك اللي هي المقابلة الشخصية هتحصل على هذه الوظيفة the study A the impact of violent الدراسة تتقصى وتحقق في تأثير العنف برامج التلفزيونية على الأطفال يبقى investigates يعني تفتش تتقصى وتحقق في the impact تأثير ال violent TV programming تأثير البرامج التلفزيونية on children على الأطفال 44 for most people لكثير من الناس losing weight فقدان الوزن is a هي طبعا a مش an دي كده is a challenging a يعني ايه challenging مليء بالتحديات battle يعني معركة فكرة فقدان الوزن عند كثير من الناس تعد معركة ايه يعني كبيرة جدا والموضوع مش سهل الجملة اللي بعدها The government hopes to tap الحكومة تريد أن the new of employment يعني عايزة إنها تمام فهيبقى tap new sources يعني تخلق فرص أو مصادر جديدة للتعيين والتوظيف في مجال الصحة He is an A on 20th century poetry هو يكون خبير في شعر القرن العشرين يبقى he is an expert 47 بيقول لك my work عملي for that great newspaper في هذه الجريدة العظيمة
gave me a lot of أعطاني خبرة كثيرة خبرة experience يبقى زودني أو منحني بإيه؟ بخبرة كبيرة في الجورناليست كصحفي. 48 It is the job of A إنها وظيفة A اللي study space بتدرس الفضاء and go on space missions ويروح كمان لمهمات فضائية consultant استشاريين chemist كيميائيين archaeologist علماء أثار astronauts رائد الفضاء 49 the president الرئيس هو the official A of the country هو القائد الرسمي للدولة يبقى the official leader القائد الرسمي 50 her hobbies هواياتها include من ضمنها hiking and hiking اللي هو المشي في الأماكن الخطرة الجبال and photography والتصوير A media وسائل الإعلام اسمها social media وسائل التواصل الاجتماعي معلش are changing the way بتغير الطريقة اللي الناس communicate تتواصل work تشتغل and shop وتتسوق somehow إلى حد ما the end of term had a up on us يعني كلمة up بناخد معها الأول كلمة ايه crept اللي هي الماضي من كلمة creep وcreep قلنا معناها ايه احنا creep اللي هي يزحف creep up يبقى لحد ما the end of the term يعني نهاية الترم crept up on us بدأ يقترب منا ويدنو منا 53 بيقول the newspaper's front page الصفحة الأمامية للجريدة read simply يمكن قراءته ببساطة يبقى العنوان الرئيسي يقصد يعني اللي هو الهيدلاين prime minister resigns بيقول بكل بساطة رئيس الوزراء يستقيل 54 بيقول the film contains الفيلم يحتوي على some violent scenes يعني مشاهد عنيفة 55 after death بعد الوفاة والموت our bodies أجسادنا are buried تدفن in graves في المقابر 56 some people بعض الناس work such long hours الذين يعملون ساعات طويلة that they may هم لدرجة أنهم ربما إيه from stress من الضغط والاكتئاب يبقى from stress يعانوا من اللي هي suffer from طيب الجملة 57 بيقول as he watched the TV show بينما هو يشاهد العرض التلفزيوني he suddenly a that عرف انه he had seen it before يعني أدرك أنه عرف شاهده من قلب فجأة realized يعني أدرك 58 my grandfather a some amazing things عمل حاجات كتير in his life في حياته يبقى حقق وأنجز اللي هي achieved 59 new evidence في دليل جديد has a أثبت أو أكد the first witness story قصة الشاهد الأولاني أكد القصة يبقى confirmed 60 she was accused of هي اتهمت ب a misleading the parliament بأنها تضلل البرلمان قصدا يبقى deliberately عمدا يعني 61 I a in the photo في الصورة in order to يبقى أنا بدأت أعمل زوم للصورة يعني أكبرها وأركز عليها to clear up عشان أوضح all its details كل تفاصيلها 62 there may be many unexpected treasures ربما يكون هناك كنوز غير متوقعة awaiting a يعني في انتظار الـ a discovery الاكتشاف المجموعة اللي بعدها
If you can finish that report, لو أنت تقدر تنهي هذا التقرير, I will be very grateful, أنا سوف أكون ممنون. كلمة grateful هنا معناها إيه؟ awarding مجدي, positive إيجابي, suitable مناسب, appreciative مراعي ومقدر ومحترم, معناها appreciative. The A sentenced him, يعني قضوا عليه بالحكم, to 5 years in prison, إنه يقضي 5 سنوات في السجن. من اللي يحكم عليه بالكلام ده؟ القاضي, يبقى the judge حكم عليه. الجملة اللي بعدها, readers gain a real A, القراء يحصلوا على معاني واضحة of what life was, مما معنى الحياة in the camp, كيف كانت الحياة في المعسكر. يبقى بيحصلوا على إيه؟ sense of life, معاني ومقاصد ومغزى حقيقي. كلمة sense. 66 بيقول لك it is possible, من الممكن, that we have traces of interstellar dust in A. فهو بيقول ان احنا نقدر نتتبع الانترستيلر داست, الغبار الكوكبي, حاجة خاصة بالكواكب كده. انترستيلر دي معنى حاجة خاصة كده بالمجرات والكلام ده يعني. ان A نقدر نتتبعها ونشوفها في A, اكيد في الميتيورايتس اللي هي الشهب والنيازك. تمام. الجملة 67, storms العواصف can cause A damage, دمار كبير, يبقى أكيد serious, لأنه كلمة serious معناها خطير وجاد, يبقى serious damage. بعد كده, we aim to help students make more informed career, نحن نهدف أن نساعد الطلاب في أن يقوموا بعمل اختيارات, informed career choices يعني اختيارات لمجالاتهم الحياتية والعملية. 69, he was honest enough, هو كان أمينا بشكل وافر, to admit, لكي يعترف, be his mistake يعني بخطأه. You can play the, تقدر تلعب على الطبلة, by hitting it, بأنك تضربها, with a stick, بعصا, on your hand أو بيدك. تقدر تعزف على الدرم اللي هي الطبلة. How can you believe, كيف يمكنك أن تصدق such nonsense, مثل هذا الهراء, الكلام الفاضي يعني. Millions of people watched the rocket launch, يعني ملايين من الناس شاهدت إطلاق الصاروخ على التلفزيون yesterday, امبارح. She sat watching some birds, هي جلست تنظر إلى بعض الطيور, picking at the A, ينقروا على A of a sandwich, للساندويتش, يبقى بينقروا في بقايا الساندويتش اللي هي the remains of, بقايا الساندويتش. 74, he adapted to, تكيف مع the new situation, مع الموقف الجديد, with speed, بسرعة فائقة وملحوظة اللي هي remarkable. الجملة اللي بعدها بيقول لك hard work is important, العمل الجاد مهم, but it is not substitute for, ليس هناك بديل, substitute for يعني ليس بديلا لتالنت اللي هي الموهبة, يعني لازم يكون عندك مهارة وموهبة مع العمل الجاد. 76 بيقول لك why don't you obey the advice, لماذا لم تتبع النصيحة, ما مشيتش وراها وسمعتها ليه, اللي your parents gave you, اللي أبوك وأمك بيدوها لك, يبقى follow, لماذا لم follow the advice يعني تضيع النصيحة. 77, the notes, الملاحظات اللي أنا عملتها, help me remember, بتساعدني إني أتذكر, اسمها make notes يعني يقوم بعمل ملاحظات. الجملة اللي بعدها, my best friends, أصدقائي الأفاضل, a big difference in my life, عملوا make difference يعني أحدث تغيير كبير في حياتي. 79, exercise, إنك تعمل تمرين, a is a part of my daily routine, يعني ممارسة التمارين is a part, هو جزء من
من روتيني اليوم. طبعا هو هنا هيستخدم كلمة مين؟ كلمة doing، اللي هو doing exercise يعني ممارسة التمارين. 80 the number of a عدد ال a crimes الجرائم الخطيرة has increased بدأ يزداد، يبقى serious الخطير. 81 بيقول لك since the computer was used in schools منذ أن تم استخدام الكمبيوتر في المدارس في progress تطور remarkable ملحوظ، يبقى في remarkable progress تطور ملحوظ in education في التعليم. الجملة اللي بعدها she faced the stark a of backing the new plan لتدعيم، backing يعني تدعيم ومساندة الخطة الجديدة، or losing her job أو إنها تخسر وظيفتها. يبقى هي واجهت اختيار صعب، إما إنها تدعم الخطة أو تخسر وظيفتها، يبقى choice اللي هو الاختيار، يبقى هي اتحطت في اختيار صعب. She is the BBC's هي مراسل قناة البي بي سي البوليتيكال يعني السياسية، يبقى correspondent. بعد كده at present في الحاضر revolutions الثورات need to be reviewed يجب أن تراجع by a clever a historian يعني مؤرخ، تاريخ الثورات لازم يتراجع عن طريق المؤرخين. آخر جملة بيقول لك can you tell me يمكنك أن تخبرني how to a balance إزاي أعمل توازن، balance يعني توازن between work بين الشغل and family life والحياة الأسرية، يبقى to achieve أن أحقق التوازن، achieve a balance يعني أحقق توازن بين الشغل وبين الأسرة. الفيديو اللي جاي إن شاء الله هيكون تمارين على قاعدة الوحدة العشرة. نشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.